ماشي، تعالوا بقى نلعب شوية. سيبك من الكلام بقى يا ريت يا ريت، اللي انا ملوش جاي أي العب. معنى اللي إحنا قلناه يلا دلوقتي. نلعب. طيب كذا ولا كذا؟ ايه كذا ولا أقول لك كذا ولا كذا، تختار حاجة منهم من غير مجاملات بقى، ولا لف ولا دوران ولا الكلام ده. اوكي ماشي ماشي حلو. تمام. أحمد زكي ونور الشريف. طيب انا بحب الاستاذ نور الشريف قوي، بس بعشق احمد زكي يعني، فاهم انا. محمود عبد العزيز ولا يحيى الفخراني؟ محمود عبد العزيز. محمود ياسين ولا حسين فهمي؟ محمود ياسين. حسين فهمي ولا مصطفى فهمي؟ حسين فهمي. ليلى علوي ولا نبيلة عبيد؟ نبيل عبيد. يسرى ولا ليلى علوي؟ يسرى. يسرى ولا لبلبه؟ لبلبه. فاتن حمامه ولا عبله كامل؟ انت ليه 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 كل الناس دي انا بعشقها ليه؟ انت جايب كل الناس العسل يعني. هروح فاتن حمامه. اوف، ما قلتش عبله كامل؟ انا قلت انت هتقول عبله كامل. يا لهوي. ماشي. سعاد حسني ولا شادي؟ لا، عشان بقالي فتره، بقالي كام يوم كده بتفرج على بتحلم حاجات بيها. لا بتفرج على حاجات لفاتن حمامه. لا الموضوع رهيبه بقولها كمان بالنسبه لي رهيبه رهيبه. فظيعه. سعاد حسني ولا شاديه؟ سعاد حسني ولا شاديه؟ يا لهوي، انت جاي في اكتر اتنين انا بحبهم في حياتي اصلا يعني، دول بالنسبه لي دول اسطمبه الممثلين يعني، فاهم؟ ممثله النجوميه واسطمبه الستات الممثلات اللي بيعرفوا كل يعملوا حاجه. كل حاجه اللي هي فاهم متكامله. فالاتنين دول جاوب بقى. لا دول مش هقدر بجد والله، الاتنين دول ما اقدرش، ما فيش اصلي يعني، فاهم؟ مش عارف. فخلي خلاص والله دول خلاص يعني، عديها وهنكمل مع ناس تانية ما تحق... يعني دول في اي مقارنة تانية مع اي حد هيطبوا كده كده، فخلاص سيبهم على جنب يعني. سعاد حسني وشادية الاتنين. شادية حسني. طيب طب عايز ايه؟ طيب مش عارف والله. لا دي بجد لا يعني، ما تضطرنيش فاهم، مش عايز اختار هنا، هو اجبار اخوانا ولا ايه؟ طب سعاد حسني. ها بس انا يا جماعة مش عايز اختار. وائل نور ولا شريف منير؟ وائل نور الله يرحمه طبعا جامد جدا، بس انا بحب ستايل شريف منير. سيد رجب ولا خالد الصاوي؟ خالد الصاوي. رشدي اباظه ولا عمر الشريف؟ اروح لعمر الشريف. انا ولا المليجي؟ المليجي. اخر ايه؟ كلام؟ ايه طبعا. المليجي؟ طبعا المليجي. ما انت ما فكرت فيها، لقيت هو اقوى. لا هي من غير ما افكر يعني، فاهم؟ هو كده كده هو جامد جدا، ده المليجي ده يعني، فاهم؟ ده جامد جدا. انت خواف ومنافق. ليه خواف ليه؟ ده انا قاعد قدامك وبقول لك المليجي. هو في جرأة بالظبط. ما هو ده من بالظبط كده؟ بالظبط. معتمد على الصداقه، مع ان انا عارف رايك. ليه؟ ان انا معاك اكتر من المليجي؟ طبعا استحاله طبعا. انت اصلا انت ما بتحبش المليجي كمان. ازاي؟ انا بقول لا والله العظيم ده عشقي ده. عامه شكرا. ده لا ده تارجت. تمام شكرا شكرا. ده تارجت كبير ده. لميس الحديد ولا منى الشاذلي؟ منى الشاذلي. ابراهيم عيسى ولا عمرو اديب؟ انا ماليش في البرامج دي قوي، بس اروح شويه لابراهيم عيسى. احمد موسى ولا فيلم موسى؟ احمد موسى ولا فيلم موسى؟ فيلم موسى. اسعاد يونس ولا تميم يونس؟ اسعاد يونس طبعا. احمد السبكي ولا محمد السبكي؟ انا بحبهم، بس بحب اكتر محمد، اتعاملت معاه اكتر. واخد بالك عم احمد؟ اتعاملت مع محمد. فهمت الغلاوه؟ يا عم ما تخسرناش الناس، انا لسه ما اشتغلتش معاها خساره من قبل ما اشتغل معاها. ورك ولا صدر؟ صدر. صيف ولا شتاء؟ شتاء. تعبط ولا تشبط؟ اعبط جدا. تعبط. اعبط وابقى في الحلاوه. تكارك ولا تهاود؟ اهاود. طب تبولق ولا ازولق؟ ولا ازولق؟ ازولق. تزولق؟ انا عجبتني كلمه ازولق. وانا كمان عشان كده هسيبها. ويا ريت تثبتوها معاكم في البرنامج عشان كلمة الزلق دي حلوة. جميل. فيسبوك ولا انستجرام؟ فيسبوك ولا انستجرام؟ انستجرام.